تزامنا مع الذكرى 46 لحرب تشرين التحريرية، أقامت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز حفلا تكريميا ل 500 عائلة شهيد من حماة الوطن رجال الجيش العربي السوري في محافظة دمشق، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون. سيداتي أمهات الشهداء، من نثرن على الوطن عطرا وطيبا وحليبا طاهرا، سادتي آباء الشهداء، من ربوا أبناءهم على العزة والإباء، أخواتي زوجات الشهداء، من كن نعم رفيقات الدرب لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أبنائي نور عيني، أبناء الشهداء وبنات الشهداء، إن فقدتم أبا فكل الوطن أب لكم وخادم، وإن فقدتم جدا أو عما أو أخا أو خالا فكل هذا الوطن يرعاكم بقلبه وينظر إليكم بروح فؤاده. وتخلل الحفل عرض فيلم جبال الشمس من إنتاج الجمعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما وإخراج أيمن زيدان، ويجسد الشهادة وقيمة الشهداء ودور المرأة السورية في غرس قيام حب الوطن في مواجهة الإرهاب. الرسالة من هذا الفيلم كانت كثير بسيطة، الجيش بدأ في حدا بحاجة يحكي عن بطولته، والشهداء بعد في يعني نحن منا بحاجة لنشرح عن شو قدموا، لكن في رسالة كانت هذا الفيلم إضافة لهذه الرسالتين المهمين هي الأم السورية. وأنا بدي استأذن الأستاذ أيمن زيدان والست جينا حوارلي يعني يجيب لي أدلة بالفيلم، بتقول بالفيلم أنا وكل الأمهات ما عندنا وقت لنحزن، نحن بندفن شهيد لنستقبل شهيد ثاني، فنحن ما عندنا وقت لنحزن، نحن ربي شهد أجداد ليدافعوا عن هالأرض. هاي الجملة أنا عم بحكي عن نفسي كثير استنفيني، لأنه فعلا أمهات الشهداء لولا هي الأرحام الطاهرة ما كانت طلعت منها الرجال الصلبي، ولولا النساء الوطنيات ما طلع عنها الرجال دافعت عن الوطن. أسر الشهداء المحتفى بهم من أمهات وآباء وإخوة عكسوا نموذجاً يحتذى بالإرادة والعزيمة والشعور بالفخر والاعتزاز بما قدموا من أحبة ليبقى الوطن. قال لي ماما أنا رايح، قلت له الله معك ماما، مع سلامي الله يكون معك، فخر وعز، لكن البلد بدها تتعافى، بدها شباب، وأنا هلأ قوية، لا تفكر أني حملي عكازي، بس بإذن الله قوية، وهلأ عندي قدر أني أكمش البارودي وقاتل.